الحديقة الذكية عبارة عن إعادة صياغة مفهوم الحدائق بشكل عام. طبعاً هناك عدة مبادرات موجودة في الحديقة، أكثر من 13 مبادرة، من منظومة ترشيد المياه إلى منظومة تحويل الرطوبة الجوية إلى مياه للشرب، من توفير السوار الذكي للأطفال لعلاج حالات الفقدان إلى الإنقاذ الذكي. يتم استخدام طائرات الدرون لتوصيل أدوات السلامة للإنقاذ للغريق بشكل سريع جداً.